كشفت الفنانة ليلى طاهر حقيقة إشاعة بتر ساقيها، مؤكدة أنها أرهقت من كثرة الشائعات، وأضافت خلال مداخلة مع شريف عامر، قالت: أنا كرهت السوشيال ميديا ومش عارفة في إيه بينهم وبين فنانين مصر، وإيه الحقد والغل الموجود في قلبهم، عايزين يخلصوا من فنانين مصر ومش عارفين، وبيخلصوا منهم بالشائعات. وفي فترة سابقة خلال احتفالية تكريمي من النقابة نزلوا صورة وقالوا إني طالعة بعصاية، وقالوا بقى ما لذ وطاب من الأخبار، وقالوا إن صحتي متدهورة. ولما الشائعات زادت عن اللزوم زعلت على نفسي وعلى جميع الفنانين وعلى رأي عادل إمام لما قال لهم: مستعجلين علينا ليه؟ يذكر أن الفنانة ليلى طاهر خضعت قبل أشهر لعملية جراحية لتركيب مفصل صناعي في القدم، ودخلت بعد خروجها من مستشفى مرحلة العلاج الطبيعي في البيت حتى تتحسن حالتها. هي في 13 مارس 2023 تكون كملت 84 سنة، ربنا يديها الصحة. ليلى طاهر فنانة مصرية اسمها الحقيقي شرويت مصطفى فهمي، ولدت يوم 13 مارس عام 1939، ولكنها اختارت ليلى كاسم فني لعشقها للفنانة ليلى مراد وهي حاصلة على بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية. وفي الحوار التالي باحت فيه بالكثير والكثير من الأسرار حول حياتها وزيجتها. من أول سعيد حظ دخل حياتك وارتبطت به؟ أولى زيجتي من أحد رجال الأعمال ويدعى الشربيني، وكنت في 18 من عمري عندما تقدم للزواج مني، ورغم فارق السن بيننا بصورة واضحة لم أتردد في الزواج منه، لأنه كان رجلا وسيما وعلى خلق ومن أسرة طيبة، كما أنني لم أكن من الفتيات التي يعشن قصص حب رومانسية مع الشباب. وبعد 3 مقابلات تحديدا تمت كلها تحت أعين والدي، أعلنت موافقتي عليه وتم عقد القرار. لكن البعض قال أنك وافقت على الزواج منه لثرائه الفاحش، فما حقيقة ذلك؟ هذه شائعة ليس لها أي أساس من الصحة، وأي فنانة ارتبطت برجل أعمال ناجح في مجاله ويملك ثروة طيبة تطاردها شائعات من هذا النوع، سواء في جيلي أو في الأجيال السابقة أو التالية. ولعل أكبر دليل على حبي للشربيني واقتناعي به أنه الزوج الوحيد الذي أنجبت منه نجلي دكتور أحمد الشربيني. ده الدكتور أحمد الشربيني مساعد وزير الاتصالات لشؤون التعاون الدولي ومدير المعهد القومي للاتصالات حاليا، ده ابن ليلى طاهر. نرجع للشربيني، فقد أحببت نضجه غير العادي وعقليته المتفتحة، إلى جانب عشقه لي ومعاملته الحنونة معي. وللعلم لم يحدث أن حققت أي مكسب مادي من وراء أي زيجة أقدمت عليه. لماذا تم الانفصال؟ بسبب غيرته الشديدة علي ورفضه التام لعملي كممثلة. إذن كيف بدأت علاقتك بزوجك المخرج الراحل حسين فوزي؟ ده الزوج الثاني المخرج حسين فوزي. كانت علاقتي مع حسين فوزي غريبة حقا، وقد بدأت غرابتي منذ لحظاتها الأولى، حيث شهد لقاؤنا الأول عرضه بالزواج مني بدون مقدمات، وكان ذلك في استوديو الأهرام، وكنت في ذلك الوقت أسير في طريق الفن بلا دليل أو خبرة. كثيرا ما أشعر بأني تائهة، لا أعرف الخطأ من الصواب، ولم أجد أحدا يود إرشادي إلى الطريق الصحيح بدون غرض. وأيضا كان بقائي في الوسط الفني بلا زوج يجعلني أشعر بأن البعض يعتبرني فريسة سهلة المنال، ويعطي مجالا للقيل والقال كما هو معروف في عالم الفن طوال تاريخه. ومن هنا فكرت على الفور في قبول عرض حسين، خصوصا أنه كان مناسبا لي من كل الوجوه. إذن لما قررت الانفصال عنه فيما بعد؟ الحقيقة أن الكثيرين ظنوا، وأنا أولهم طبعا، أن زيجة كتلك لا يمكن أن تفشل، ولكن للأسف بدأت الخلافات بيننا بعد أشهر قليلة جدا من الزواج، وكان السبب الأول فارق السن فيما بيننا، وبالتالي جاءت الغيرة أيضا التي خنقت مشاعري الجميلة تجاهه، خاصة في المرحلة التي بدأت ألمع فيها كنجمة سينمائية ومسرحيا وتلفزيونيا. وبسبب ظروف عملي الذي كان يتطلب الغياب لساعات طويلة جدا عن المنزل، وفي الوقت الذي كنت أسعى فيه للحفاظ على نجاحي، المشكلات زادت بيننا يوما بعد يوم، حتى وصلنا لاستحالة العشرة، وكان الطلاق هو الحل الأخير والوحيد. ألم يكن زواج من فوزي هدفه الارتقاء بمكانتك كفنانة؟
من المؤكد أن هذا اتهام آخر باطل، لأنني عندما تزوجت حسين كنت قد أصبحت نجم لامع. ده عقد قران الفنانة نعيمة عاكف على المخرج حسين فوزي قبل ليلى طاهر. دي نعيمة عاكف. بعد أدواري المهمة في أفلام كثيرة، وبالتالي فلم أكن في حاجة لمساعدة فنية لكي أتزوجه من أجلها، بل كنت في حاجة لوجود رجل في حياتي يمنحني الأمان والحماية والحب. إلا أن هذا لا يعني بالطبع أنني لم أستفد منه كخبرة فنية وقيمة إنسانية كبيرة التقيتها في حياتي. بعد ذلك، كيف تم التعارف مع الكاتب الصحفي نبيل عصمت وصولا إلى الزواج؟ كنت أعرف نبيل عصمت من خلال كتاباته الشهيرة في صحيفة الأخبار، وكان يعرفني كممثلة ومقدمة برامج تلفزيونية، وكان لقاؤنا الفعلي لأول مرة عندما ذهبت لأسوان لحضور إحدى حفلات أضواء المدينة، وأثناء استقلال القطار ومع الكثير من رجال الفن والإعلام جمعتنا أنا ونبيل كابينة واحدة، فقضينا معا وقتا طويلا لأن السفر إلى مدينة أسوان كان يستغرق ساعات وساعات. وكان وجوده بجانبي مصدرا لشعوري بالسعادة، حيث لمست فيه خفة ظل حقيقية إلى جانب سعة أفق ودراية عميقة بأمور السينما والمسرح والثقافة والسياسة. ومن الحديث عن الأمور العامة تطرقنا إلى حياتنا الخاصة، فحكيت له الكثير عن تجاربي السابقة، بينما استفاد هو في الحديث عن أحلامه التي وجدتها تتلاقى مع أحلامي، خصوصا في مسألة تفهم طبيعة عملي كفنان. وما زلت أذكر تلك اللحظة التي شعر فيها كلانا بأننا وجدنا ما كنا نبحث عنه كارتباط وشريك حياة. ومع أول خطوات لنا بعد نزولنا من القطار، أعلنا للجميع خطوبتنا، وهي المفاجأة التي أثارت ذهولهم. ولم يمض القليل من الوقت حتى تم زفافي عليه في حفل كبير أحياء الفنان الراحل فريد الأطرش، إذ كان صديقا حميما لنبيل. وأذكر أنني اعتذرت عن جميع أعمالي الفنية لمدة شهر كامل، قضيت خلاله أحلى شهر عسل في عمري. إذا لماذا وقع الطلاق؟ للأسف، وعلى الرغم من سابق اتفاقنا أن ظروف عمل تتطلب الغياب بعيدا عن البيت، لكنه لم يختلف كثيرا عن زوجي الأسبق، فبدأت الخلافات تدب بيننا بسبب الحاح على ضرورة وجودي في بيتي وقتا أطول، وكان يمنعني عن حضور أي حفلات ليلية، خاصة تلك التي تمتد حتى الساعات الأولى من الصباح، برغم علمه بأهمية تلك الحفلات التي تعتبر أهم وسائل تنشيط العلاقات الشخصية بالعاملين في الوسط الفني، بما يعود علي بالنفع كفنانة. بل وطلب ذات مرة ألا أشارك في أي فيلم يحتاج لتصوير مشاهد أثناء فترة الليل. ومن هنا فإن النهاية الطبيعية في مثل هذه الحالات تكون الطلاق. إذن كيف استطاع الفنان يوسف شعبان إقناعك بأنه سيكون الزوج التالي في حياتك؟ تقابلت مع يوسف شعبان في مسرحية أرض النفاق، وعلى المسرح بدأت الحكاية، حيث لا ده يوسف شعبان طبعا، حيث لا أستطيع الاقتراب أو حتى التلميح، خصوصا أن الجميع كان يعرف رفضي المعلن للزواج مرة رابعة، ولا أحد يعرف شيئا بأمر دقات القلب التي دقت بعنف منذ أن شاهدت يوسف شعبان وأبت أن تتوقف. أيضا كنت أخشى الشائعات التي لا تكاد ترى اثنين من الفنانين معا حتى تنطلق ولا يستطيع أحد منعها أو صدها. ثم إنني لم أكن متأكدة بعد من أن يوسف شعبان هو الرجل الذي أبحث عنه، رغم طاقات القلب التي كانت تؤكد أنه كذلك. ولكن يوسف شعبان في الحقيقة كان أكثر جرأة، فهو يعرف أن المبادرة يجب أن تأتي من الرجل وأن تكون مبادرة حذرة، خصوصا بعد أن سمع بنفسه رفضي المعلن لفكرة الزواج، ولأنه من النوع الذي لا يقبل الفشل، فقد استخدم كل الأسلحة ونصب شباك الحب حتى قبلت الزواج منه دون تردد. تزوجت شعبان لمدة 4 أعوام تقريبا، انفصلتما خلالها 3 مرات. فما أسباب الطلاق والعودة مرة ثانية؟ لأن يوسف بعد شهور قليلة فقط من الزواج تعرف على شلة من الأصدقاء لا يحلو لهم السهر إلا بعد منتصف الليل، وبدأ يتغيب كثيرا عن المنزل، يذهب نهارا للاستوديو وليلا إلى شلته، وأهمل في حق منزله رغم أنني كنت أتفانى في خدمته، لدرجة أنني أرسلت بوحيدي أحمد ليعيش مع أمي من أجله، حيث أحببت بكل جوارحي. ورغم ذلك
تعاملت مع غيابه الدائم عن المنزل بالهدوء في أول الأمر، وحاولت لفت نظره من حين لآخر، وكنت أختار ألطف الكلمات وأسعد اللحظات حتى لا أثير غضبه وأجرح شعوره، ولكنه كان شديد التمسك بأصدقائه. وذات يوم احتدم النقاش بيننا فطلبت منه الطلاق. الآية اتقلبت بعد ما كانت هي اللي بتتأخر. طلبت منه الطلاق كنوع من رد الفعل، حقيقة لم أكن جادة، ولكنه استجاب على الفور وألقى يمين الطلاق. والحق فقد سعى الكثير من الأصدقاء من أجل إنقاذ زوجنا أكثر من مرة، إلا أنه في كل مرة نعود فيها لبعض كانت المشكلات تتكرر بنفس السيناريو، ومن هنا كان الطلاق مجددا. قط على نار مرة أخرى، كان الزواج من الملحن خالد الأمير، ده السادس، فكيف كانت معالم الطريق إلى هذه الزيجة؟ ده ليلى طاهر وخالد الأمير الزوج السادس، ودي صور نادرة مع بعض. بدأ الطريق إلى هذه الزيجة عندما التقينا في إحدى المناسبات الفنية في منزل الفنان الراحل فريد شاوي الذي كان صديقا مشتركا لكلينا، كما تجمعني بسهير ترك زوجة فريد صداقة وطيدة. أيضا وفي تلك الليلة بالذات طرق الحب قلبي تجاه خالد الأمير، خصوصا بعد أن ظل يطاردني بنظراته ويلاحقني باهتماماته وإعجابه، وما هي إلا عدة لقاءات جمعتنا حتى كان الاتفاق على الزواج بعد تردد طويل من جانبي ومحاولات مستميتة من جانبه لإقناعي. وأعترف أنني وجدت في خالد الرجل الذي كنت أتمناه طوال عمري، حيث كانت أهم صفة هي تفهمه الكامل لظروف عملي وطيبة قلبه. وقد عشت معه أجمل 5 سنوات في حياتي كزوجة وامرأة، وقمت خلالها بتمثيل أعمال تلفزيونية وسينمائية ما زال يتذكرها الجمهور حتى الآن، ولم يقتصر دوره في حياتي على كونه زوجا، بل كان يشجعني دائما على مزيد من النجاح في عملي كفنان من خلال مصاحبته لي عندما كنت أذهب للاستوديو في الأوقات التي كان يجد نفسه خاليا من الالتزامات، خصوصا أما طبيعة عمله كملحن كانت مختلفة وتحتمل وجود أوقات فراغ أكثر وانشغال أقل. وأذكر أنه كان يشاركني قراءة السيناريوهات، بل يسارع من وقت لآخر لاصطحابي إلى لندن أو باريس لقضاء بعض الأسابيع هناك، حيث نجدد معا أيامنا الحلوة الجميلة ثم نعود للقاهرة مرة أخرى. رغم كل هذا الحب والتفاهم الشديد بينكم، لماذا حدث الانفصال فجأة؟ للأسف طباع خالد تغيرت فجأة، بدأ يفكر بشكل فيه كثير من الأنانية والتسلط، وكانت البداية عندما طلب مني فجأة أن نغير عقد الشقة التي اشتراها لي في الزمالك في بداية الزواج، وأن يكتب العقد باسمه، ولكني رفضت بالطبع، ليس طمعا في شك ولكن استهجانا للأسلوب الغريب والمفاجئ. وبعد سنوات من السعادة التي لم أعش مثلها من قبل ولا من بعد، رحت معه في دوامة من المشكلات والخلافات، خصوصا بعد أن أصبح وكأنه شخص آخر غير الذي تزوجته وعرفته عن قرب، فلم يكن أمامي سوى اللجوء لطلب الطلاق، ولكن خالد الأمير رفض واشتد عنفه، فلجأت للمحاكم وحصلت على الطلاق في نفس العام.